الحراقات لتنقية النفط الخام في اليعروبية السورية تقتل براءة الأطفال العاملين في ظروف تهدد حياتهم. تقرير إليزابيث أبو سمرة. يخيل للناظر إلى النيران والدخان الأسود أن معركة محتدمة تدور، لكن هنا في مدينة اليعروبية شمال شرق سوريا تدور معركة من نوع آخر، أطرافها أطفال من عمر الزهور. فحصار داعش لمناطقهم أجبرهم على العمل لتأمين لقمة العيش في ظروف أقرب ما تكون إلى مغامرة قاتلة لصحتهم وحياتهم. بنشتغل من الفقر والجوع والتعب. فيما يسمى بالحراقات يعمل الأطفال في معامل بدائية لإنتاج المشتقات النفطية، معامل لا تتوافر فيها أي شروط السلامة أو الصحة العامة. والله جاي تعيش اخوتي وما عندنا شيء، صحيح شغله صعب بس بدنا نتحمل، مشان اخوتي صغار وقاعد اعيشهم وانا اكبر واحد بيهم، اجي الساعة 5 واروح الساعة بس 6 7 ويقعد يعطوني 1500 ليرة، مشان اعيش اخوتي واخواتي. الخطورة انه في يعني يكون في غاز او يكون في ارتفاع في درجة الحرارة، وحدوث يعني مثل اختناق في الصدر او يعني حدوث صعوبة في التنفس. يعني لا بديل لسكان اليعروبية من استخدام الأطفال في هذه الأعمال الشاقة، لأنها في حساباتهم الملاذ شبه الوحيد لتمكينهم من إعالة عائلاتهم، وكأنهم يقولون إن الموت البطيء لأطفالهم خيارهم الوحيد في ظل الصراع المستعر.